بسم الله الرحمن الرحيم. حل شيت رقم 2، الشابتر الخاص بالبروبرتيز اوف اريا. اهم حاجة في الشابتر ده ان حضرتك تكون عارف خواص معظم الاشكال اللي هتقابلك، يعني المستطيل، المثلث، الدايرة، نص دايرة، لان الخواص دي هي اللي من خلالها هتعرف تحسب خواص الاشكال الكبيرة. تمام، يعني ما ينفعش حضرتك ما تكونش عارف الخواص دي من دلوقتي. تمام، فبالتالي أول خطوة أنا هبتدي أقسم الشكل الموجود قدامي ده لمجموعة أشكال أنا عارف الخواص بتاعتها، فأنا هقسم الشكل ده لمستطيل ونص دايرة. أول خطوة إن حضرتك بتبتدي تحط الشكل بتاعك بالنسبة لمحور الإكس وبالنسبة لمحور الواي بحيث إنه يقع في الربع الأولاني. دي أول خطوة. أول حاجة بتبقى مطلوبة من حضرتك إنك تحسبها، اللي هي location of the centroid أو حساب السنترويد، اللي هي بالنسبة لك بتمثل إكس بار والواي بار. القيم بتاعتها summation area في الاكس على summation area، الواي بار summation area في الواي على summation area. بس انا عارف خواص المستطيل، السنتروبي بتاعه في النص، المسافه دي ب 15 والمسافه دي ب 7.5، فاضل لي النص دايره، الشكل المتماثل بالنسبه لمحور الواي، لكن بالنسبه لمحور الاكس فبالتالي المسافه بتاع السنتروبي عباره عن 4 ار على 3 بار عشان نفتكرها مع بعض. طيب انا بقيس المسافات دايما من نقطه الزيرو والزيرو، يعني انا ما ينفعش اقول هنا كده 7.5، لا يا باشمهندس، انت حضرتك هتقيس المسافه دي من هنا لحد النقطه دي، يبقى حضرتك معاك 5 زائد 7.5، يبقى حضرتك هتكتب هنا 12.5، وبالنسبه للواي كتبت 3.1 كام؟ 8. عوضت الاريا في الاكس والاريا في الواي. طيب انا هعمل ايه دلوقتي عشان اوصل للشكل ده يا باشمهندس؟ انا الشكل ده هحسبه كامل واطرح منه الشكل ده، عشان كده احنا حطينا شرط السالب الموجوده بالشكل ده، وهتبتدي تخش معانا فين؟ في الحسابات بتاع اللي هي الايه؟ السمشن الاريا في الاكس. رحت حسبت الاكس بار والواي بار، دي الارقام بتاعتهم 15.61 و8.55. بعد ما حسبت السنترويد بيبقى مطلوب من حضرتك تحسب الاي اكس والاي واي او المومنت اوف انيرشيا اباوت ذا سنترويدال اكسس. القوانين بتاعتها الاي اكس بتساوي سمشن الاي اكس زائد الاريا في الواي ناقص الواي بار لكل تربيع، والاي واي عباره عن الاي واي زائد الاريا في الاكس ناقص الاكس بار لكل تربيع. يعني ما تلخبطش، يعني حضرتك وانا بس المومنت اوف انيرشيا بوت الاكس اكسس انا باخد الديستانس بتاعتي بالنسبه لمحور الواي اللي هي العموديه عليه، والعكس صحيح، لو انا بحسب المومنت اوف انيرشيا بوت الواي اكسس فانا الديستانس العموديه عليها هي الاكس اكسس. تمام، وزي ما انا كتبت قلت الواي ناقص الواي بار والاكس ناقص الاكس بار. نركز في دي يا باشمهندسين لانها ايه؟ خطوه مهمه. مفيش اي حاجه اتغيرت في الترم ده طبعا، دي نفس الخاص اللي انا كنت كاتبه قبل كده، بس جيت قلت الاكس ناقص الاكس بار معناه ايه الكلام ده؟ يعني 15 ناقص الرقم ده، وهنا كده الواي ناقص الواي بار يعني 7.5 ناقص الرقم ده، وحسبت الحسابات بتاعتي. طيب بعد كده عاوز احسب الاي اكس بتاع المستطيل، سهله، الموازي المحور اكس في العمود التركيب على ال 12 اللي هو الرقم ده. طيب النص دايره الاي اكس بتاعها اللي هو عباره عن كام؟ 0.11 في ار اس 4، الار اللي هي بكام؟ 7.5. طيب ليه انا حطيت اشاره سالب بالنسبه للاي اكس يا باشمهندس؟ لاني زي ما قلت لك، زي ما كنت بطرح الاريا انا برضو هطرح الانيرشا كمان معايا، خلاص. فبالتالي هي طول ما انت بتحل مساله انت كل الخاص بتاع النص دايره دي هي عماله تطرح من المستطيل. تمام، طيب بعد كده الاريا في الواي ناقص الواي بار، برضه انا هنا حطيت اشاره سالب لاني كل الخواص دي عماله تطرح منين؟ من المستطيل. طيب الاي واي بتاع المستطيل هتبقى عباره عن ايه؟ الموازي المحوري ال 15 في العمود التركيبي على ال 12، في بعد كده الاريا في الاكس ناقص الاكس بار الكل تربيع، حطينا برضه اشاره السالب لان كل الخواص اللي هنا دي هتطرح من المستطيل. خلاص حسبت الاي اكس والاي واي، هنا كده عندي الاي اكس بقى توتال اللي هي بتاع الشكل كله هتطلع ب 6000.36، والاي واي توتال اللي هي 31800 كام و19. تمام كده يا باشمهندس، حسبنا الاي اكس توتال والاي واي توتال. طيب الترم ده اللي هو بيمثل بالنسبه لي حاجه اسمها عمليه نقل المحاور اللي هي البارل اكسس سيري. ليه؟ الاي اكس والاي واي اللي انا بحسبهم دول يا باشمهندس او اللي انا حافظ قوانينهم هم عند السنترول بتاع الشكل. طيب عشان بقى يعني احسب عند السنترول بتاع الشكل كله توتال، فبالتالي لازم يتم عمليه نقل المحاور بالمنظر ده. تاني حاجه بقى او تالت مطلوب يبقى موجود مع حضرتك اللي هو حاجه اسمها البرنسبال اكسس. احنا للسهوله دايما بنحسب حوالين محور الاكس والواي، لكن في محاور في القطاع طالما القطاع مش متماثل ممكن يبقى يعني هو سترونج عندها اكتر. تمام يا باشمهندس، دي البرنسبال اكسس بتاعته،
يعني بيشيل اكس والواي. لا ده في برينسيبال اكسس تانيين بيظهروا ان القطاع عندهم بيبقى مور سترون، تمام؟ طيب فبالتالي الاي اكس واي هي عباره عن سمشن الاي اكس واي بتاع الاشكال زائد الاريا في الاكس ناقص الاكس بار في الواي ناقص الواي بار. هنا ما ينفعش ابدل، يعني ما اقولش اكس بار ناقص الاكس او الواي بار ناقص الواي، الاشارات هتبوظ والاي اكس واي هتطلع قيمتها مختلفه مش هتطلع صح. فركز، قلت اكس ناقص اكس بار واي ناقص الواي بار. طيب الاي اكس واي لاي شكل متماثل هو بزيرو، فانا لما اجي ابص للمساله بتاعتي هل هي متماثله؟ لا هي مش متماثله، فبالتالي لازم يطلع لها فاليو الاي اكس واي. لكن اركز بقى في حاجه، المستطيل الاي اكس واي بتاعته بزيرو والنص دائرة الاي واي بتاعتها بزيرو، الاي اكس واي بتاعتها بزيرو ليه؟ لان دي متماثله حوالين محور الواي، دي متماثله حوالين محور اكس ومحور الواي، تمام؟ يبقى الاي اكس واي بتاع الشكلين دول بزيرو، لكن ليهم اري وليهم اكس ناقص اكس بار وليهم واي ناقص الواي بار. يبقى بالتالي الاريا في الاكس ناقص الاكس بار في الواي ناقص الواي بار هيطلع لها ايه؟ values. وزي ما قلنا انا كل حاجه في الترمات دي عمال احط لها اشاره ايه؟ سالب. يعني ليه انا عمال احط اشاره سالب هنا؟ لاني انا هطرح الخواص دي من الخواص دي يا باشمهندس، فركز في الخطوه دي كويس قوي، تمام؟ رحنا حسبنا الاي اكس واي بتاع الشكل ده كله طلع بسالب 1188.119. في بقى الخطوة اللي كل الناس بتغلط فيها وعمال يجي أسئلة كتير، هي خطوة إزاي أحسب الأنجل بتاع الشكل. خلاص طيب، عشان أحسب الأنجل بتاع الشكل يا باشمهندس ليها طريقتين، طريقة الدكتور أحمد اللي هو بيمشي عليها، وفي طريقة تانية يعني هنشرحها لحضرتك، بس حضرتك هتبقى مطالب بالطريقة دي دايما. الطريقة القانون عبارة عن تان 2 سيتا بتساوي سالب 2 أي إكس واي على أي إكس ناقص الأي واي. هبتدي اعوض بقيم الاي اكس واي وقيم الاي اكس وقيم الاي واي بشرط ان انا احافظ على اشاره البسطه واشاره المقام، ما اجيش ناحيتهم، يعني ما اجيش واحد يقول لي ان موجب على سالب بتساوي سالب. لا، انا الموجب والسالب دي هتفيدني في حاجه دلوقتي. ايه هي؟ اي ميل في الدنيا عباره عن الواي اكسس على الاكس اكسس، يبقى بالتالي الميل عباره عن واي على الاكس. طب معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان انا بقول لك ان محور الواي ده بالموجب والاكس بالسالب، يبقى في زاويه جديده اسمها الفاي. يعني لو حضرتك كتبت دي الفاي هتكتب دي سيتا، لو كتبت دي سيتا هتكتب دي الفاي، تمام؟ فالفاي بقى بالنسبه لحضرتك كده واقع فين؟ في ربع تاني، في السكند كوارتر. طب معناه ايه كلمه ان الفاي دي واقعه في ربع تاني؟ معناها ان انا عشان اوصل للمحور ده كده همشي ازاي من محور الاكس؟ همشي بالظبط اللي هو 180 ناقص الفاي، يبقى هنا كده 2 سيتا هتساوي 180 ناقص الفاي. طيب لما اجي احسب بقى الفاي هاخد الاشاره معايا؟ يعني موجب على سالب بتساوي سالب؟ لا، يعني هنا كده هقول ان الفاي بتساوي تان ماينس 1، الكلام ده من غير اشاره، الاشارات اللي هنا دي عرفت انا واقع في انهي ربع، يبقى مش هستخدمها تاني. خلاص فانا كده عرفت انا واقع في انهي ربع، حسبت الفاي طلع ب 5.27، عوضت قلت ان ال 2 فاي بتساوي 180 ناقص ال 2 سيتا بتساوي 180 ناقص الفاي، يبقى ال 2 سيتا بتساوي 174.72، يبقى السيتا بكام؟ 87.365. طيب معناها ايه السيتا اللي انا كتبتها دي؟ السيتا دي معناها هي الزاوية ما بين محور الاكس اكسس، يعني لو ده محور الاكس تمام، واليو اكسس او المور سترونج برنسبال اكسس اللي هو ايه؟ محور اليو. يبقى انا كده عشان اوصل من الاكس اكسس لليو اكسس انا عاوز امشي زي عكس عقارب الساعة اللي هي كام؟ 87.36، اللي هي زي دي كده بالظبط. لو جينا بصينا في الرسم هنلاقينا مشينا 87.36 درجة، وصلنا لليو اكسس والعمودي عليه هو الفي اكسس، تمام؟ طيب دي طريقة الدكتور احمد. طيب الطريقة التانية لا، ما بيفرقش معايا شرط البسط والمقام، فبالتالي يعني خلاص جاب سالب 0.09216، راح حسب الزاوية طلعت ب 5.27 بس بالسالب، قسم على الاتنين طلعت السيتا بسالب 2.63. فين بقى السيتا دي؟ السيتا دي كده يا باشمهندس هي الزاوية ما بين أقوى محور، وهتتقاس مع عقارب الساعة لأن هي طالعة بالإيه؟ بالسالب. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا عندي هنا كده الأي واي ب 6000، قصدي الأي إكس ب 6000، والأي واي ب 31000، مين الكبير؟ مين الأقوى؟ هو محور الواي. يبقى معناه الكلام ده إن أنا هاجي عند محور الواي يا باشمهندس، ده كده بالنسبة لي محور الواي، هلف محور الواي ده بزاوية مع عقارب الساعة مقدارها كام؟ 2.63 مع عقارب الساعة، هوصل لمحور اليو والعمود عليه هو الفي. طيب ما هو كان نفس الطريقة اللي تحت قالت لي إن أنا عشان أوصل لمحور اليو همشي كام؟
87.36 اللي هي مكملة الكلام ده يا باشمهندس، اللي هي ايه بتاعة 90 كده. في مشاكل انت مطالب بالطريقة دي، لان الدكتور لما يجي يسألك هيسألك دايما عن الزاوية دي، هي الزاوية ما بين محور الاكس وما بين محور اليو، فركز في الطريقة التانية دايما خلاص. بس الطريقة الأولى دي عرفتها بحيث ان حضرتك تعرف تشيك على الايه الحل بتاعك. دي أول مسألة. تاني مسألة نفس الفكرة، هبتدي أقسمها لمستطيل المثلث. المثلث أنا حافظ الخاص بتاعته، الـ I X عبارة عن موازي المحور X في العمود بتاعك يبقى 36، الـ I Y موازي المحور Y في العمود بتاعك يبقى 36، الـ I X Y لأ ده ليه إشارات على حسب الربع اللي واقع في المثلث، موجب أو سالب، الأريا في الـ B في الـ H على 36. لو المثلث واقع في الربع الأولاني يبقى ده كده سالب، لو واقع في الربع التاني موجب، وهكذا. أنا المثلث بتاعي ده واقع في الربع التاني، فبالتالي هاخد إشارة اي اكس واي بالايه بالموجب. تعالى بقى نحسب الحسابات بتاعتنا. طيب السنترويد بتاع المثلث في التلت والتلتين، يعني هنا التلت من ناحيه القاعده والتلت من ناحيه القاعده. حسبت الاكس بار والواي بار، بعد كده رحت حساب الاي اكس، القوانين بتاعته سمشن الاي اكس زائد الاريا في الواي ناقص الواي بار، والاي واي عباره عن سمشن الاي واي زائد الاريا في الاكس ناقص الاكس بار. ابتديت اكتب كل الخاص بتاعتي نفس المساله اللي فاتت. المساحه ديت هتطرح او معظم كل الخواص اللي انا هستخدمها هي عباره عن المساحه دي ناقص كل خواص الشكل التاني. يعني هنا كده وانا بكتب الاي اكس حطيت اشاره السالب عشان انا معناه ان انا هخصم كل الخواص ديت منين؟ من المستطيل الكبير. تمام كده يا باشمهندس؟ دي كده اللي هي الاي اكس توتال، ودي كده الاي واي توتال يا باشمهندس. نفس الفكره هروح احسب الاي اكس واي. هنا كده عندي المستطيل الاي اكس واي بتاعته بزيرو، لكن المثلث لي اي اكس واي، يعني هنا كده الاي اكس واي بتاع المستطيل بزيرو لكن المثلث لي اي اكس واي. طيب ركز بقى يا باشمهندس، هي الاي اكس واي بتاعته بالموجب، موجب اريا بي في اتش على 36، بس اللي انا حطيت برضو شرط السالب هنا. قلت لك يا باشمهندس مش هكرر كلامي، ان كل الخواص هتطرح منين؟ من المستطيل الكبير اللي هو بالمنظر ده، فركز في الخطوه دي، كل الخواص عماله تطرح. تمام، يبقى شرط السالب اللي هنا ديت ملهاش علاقه بقى بموجب وسالب بتاع الاي اكس واي، لا ده دي جت عشان عمليه الطرح. تمام، عشان نحدد الزاويه بتاعتنا انا حسبتها بالطريقه الاولانيه عشان اسهل، وهنا برضو عندي المحور القوي هو محور الاي واي، فانا بالتالي هقيس الزاويه مع عقارب الساعه قيمتها ب 4.09 اوصل لمحور اليو والعمود عليه هو الفي. طيب البرنسبال اكسس القوانين بتاعتها الاي اكس زائد الاي واي على 2 موجب او سالب جذر الاي اكس ناقص الاي واي على 2 الكل تربيع زائد اي اكس واي الكل تربيع، تعويض مباشر هتجيب الاي يو والاي في. تالت مثال ده تطبيق على نظريه البيرل اكسس سيري او عمليه نقل المحاور. يعني الشكل ده لو موجود بس قدامي وده محور الاكس وده محور الواي خلاص ادي السنترويد، بس لا الدكتور عاوزك تحسب الخاص حوالين محور الاكس الكي قصدي ومحور الام. تمام خلاص انا هحسب كل الخواص على اساس ان في هنا محور اسمه اكس وواي بتوع السنترويد. بعد كده بقى ابتدي استخدم نظريه البارل اكسس سيري. الاريا عباره عن 40 في 40 ناقص مساحه دايره كامله اللي هي باي في دي سكوير على الاربعه. طيب الاي اكس هتبقى عباره عن الموازي في العمود تركيب على ال 12 اللي هو المستطيل او المربع، ده طبعا مربع يبقى 40 كل اس 4 على 12 ناقص الاي اكس بتاع الدايره اللي هي باي في دي اس 4 على 64. طيب هل هنا كان في نقل محاور؟ لا، ليه؟ لان السنترويد بتاع الدائره على السنترويد بتاع شكل، والسنترويد بتاع المربع على السنترويد بتاع شكل، يبقى ما كانش في نقل محاور، يبقى الاكس ناقص الاكس بار بصفر والواي ناقص الواي بار بكام؟ بصفر. الاي اكس بتساوي الاي واي لان الشكل متماثل. طيب الاي اكس واي بتاع الشكل ده بكام؟ بزيرو. طيب خلاص احنا كده حسبنا الخواص حوالين السنترويد الاكس. عايزين بقى نحسب حوالين المحاور الجديده اللي الدكتور مديها لنا اللي هي الكي والام، وركز في دي قوي، يعني الدكتور ساعات بيديك اشكال زي ديت وحضرتك بتغلط فيها. تمام، يعني الدكتور ممكن يجي يرسم مثلث عادي وحضرتك حافظ الخاص بتاعته حوالين السنترويد، لا يجي مثلا يقول لك احسب لي حوالين الاكس والواي وهم راسمهم مثلا في بدايه او المثلث خالص. تمام، فنركز في الحاجات دي قوي يا باشمهندسين. الاي كي هتبقى عباره عن، انا عاوز احسب حوالين محور الكي، هتبقى عبارة عن الـ IX الانرجي حوالين محور الـ X زائد الاريا في الـ DM. ايه هي الـ DM؟ المسافة العمودية. ما انا قلت طالما بحسب حوالين محور الـ K يبقى انا هجيب المسافة العمودية اللي هي Distance M الكل تربيع. كتبت الـ IX زائد الاريا في الـ DM الكل تربيع. الـ DM عشان المسافة من هنا لحد السنترويد اللي هي بكام؟ 30 زائد 20 اللي هي تديني كام؟ سالب 50، لاني بالسالب الكل تربيع. الـ IM نفس الفكرة، يبقى الموازي المحور الام اللي هو الاي واي زائد الاريا
في الدي كي الكل تربيع اللي هتبقى 16 زائد 20 هتبقى 36 كل تربيع. الاي اكس واي بتاع الشكل ده بزيرو، لكن لسه في اريا ولسه في دي كي ولسه في دي ام، عوضنا عنهم طلعت بالرقم ده. يا ريت الناس تكون حلولها كانت زي كده، ولو في مشكلة يسأل. بالتوفيق ان شاء الله.